إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مهينا يعني عذاب ذل وهوان وإهانة. استمع أيها الكاهن لما سأقوله الآن، وسأعلمك ماذا يقول القرآن عن نبيك الذي تدعي أنك تنتسب له المسيح عليه السلام، وماذا يقول عن أم نبيك السيدة مريم عليه السلام، وماذا يقول عن الكتاب الذي تدعي أنك تتبعه. المسيح عليه السلام جاء برسالة محبة وسلام. المسيح الذي تدعي أنك تتبعه لم يطعن بأحد، ولم يشكك بأحد، ولم يستهزئ بأحد. وأتحداك أن تخرج لي آية من الكتاب المقدس المحرف الذي تتبعه تقول بأن المسيح عليه السلام استهزأ أو شكك أو طعن بأحد من الناس. فلماذا تخالفون منهج السيد المسيح عليه السلام؟ والله لو كان المسيح بيننا الآن لتبرأ منكم، لأنه لا يرضى بالإساءة حتى للملحدين، لم يسئ لأحد، فكيف بالإساءة لأكرم مخلوق على وجه الأرض، لأكرم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي تستهزئ به وتقول إنه كلام مجانين يكرم السيد المسيح أعظم تكريم، ويعتبره كلمة الله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سأعلم كل من يطعن بهذا القرآن، سواء من اليهود أو من يدعي أنه ينتسب للمسيح عليه السلام والمسيح بريء منه، أن القرآن ذكر كلمة وجيها مرتين فقط، مرة مع السيد المسيح ومرة مع موسى عليه السلام، كرمز للمسيحية واليهودية، مع العلم أن الدين عند الله الإسلام. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. انظروا كيف أن القرآن ينصف هؤلاء الأنبياء الكرام، يكرم السيد المسيح الذي هو رمز المسيحية، ويكرم نبينا موسى عليه السلام الذي هو رمز اليهودية كما يقولون. القرآن الذي تقولون إنه كلام مجانين يؤكد أن السيد المسيح كلمة الله ورسول من الله وروح منه. لا يوجد كتاب في العالم كرم عيسى عليه السلام كما كرمه القرآن. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا القرآن الذي تستهزئ به يكرم كتابك الذي تدعي أنك تتبعه. قال تعالى في حق المسيح وفي حق الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. القرآن يصف الإنجيل بأنه هدى وأنه نور. أنت هل تعترف بهذا الكلام أم تقول إنه كلام فارغ وهراء كما تدعي دائما؟ المشكلة أيها الأحبة ليست مشكلة كاهن، بل مشكلة مجموعة كبيرة ممن دأبوا وفرغوا حياتهم فقط للاستهزاء والطعن والتشكيك بهذا الكتاب العظيم وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي لم يعجبكم في القرآن؟ يعني أنتم تدعون أنكم تحبون عيسى عليه السلام، هل تعلم أن القرآن العظيم ذكر اسم عيسى 25 مرة، بينما اسم محمد وأحمد لم يذكر إلا 5 مرات فقط؟ سأعلمكم بأن القرآن فيه سورة تحمل اسم امرأة
لا يوجد غيرها في القرآن، هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن، سورة مريم. هل تعلمون كم مرة ذكر القرآن اسم مريم؟ 34 مرة. هل هذا كتاب يستحق التكريم والاحترام والتوقير أم الاستهزاء والطعن والتشكيك؟ هذا القرآن الذي تستهزئ به وتقول إنه كلام فارغ يكرم أتباع السيد المسيح، ولكن الأتباع الحقيقيين الذين اتبعوا منهج عيسى عليه السلام، بل القرآن يعتبرهم أقرب الناس مودة للمؤمنين. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. أين أنتم أيها المشككون من هذا الكلام، من هذه الصفات؟ هذه الصفات الحقيقية هي صفات أتباع السيد المسيح عليه السلام. تقولون وترددون ليلا نهارا إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يطمح للسلطة والمال والنساء. طيب، إنسان يطمح للسلطة بالله عليكم عندما فتح مكة ودخلها منتصرا بآلاف المسلمين، وكان أرباب الكفر والشرك في ذلك الوقت أذلاء، ماذا قال؟ من دخل بيت أبي سفيان أو دار أبي سفيان فهو آمن. أعطى لهؤلاء المسؤولين السياسيين حقهم، إذن هو لا يطمع بالسلطة. تقولون إنه كان يطمح لجمع المال. طيب، نبي كريم كما في البخاري يموت ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. طيب، هل هذا نبي يطمح للمال؟ أليس بإمكان هذا النبي أن يقتل هذا اليهودي كما تزعمون أنه قتل اليهود ويأخذ ما لديه من مال؟ لماذا يضع درعه الشريف رهنا عند هذا اليهودي؟ هذا يدل على تسامح النبي مع كافة الأديان. تقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمح للنساء. طيب، هو حرم النظر إلى النساء. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كان يطمح للجنس، هو حرم ممارسة الجنس، الزنا خارج إطار الزوجية، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تقولون كان يشرب الخمر بغباء، حرم الخمر، بل في الحديث الشريف أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 شاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها وآكل ثمنها. كل من له علاقة بالخمر لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام الخمر بشدة. هل هذا نبي يريد المتعة والنساء بالله عليكم؟ تقولون ليلا نهارا إن الإسلام انتشر بحد السيف. طيب، حسب تقارير CNN ومركز بيو ريسيرتش الأمريكي الشهير المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أسرع الأديان انتشارا هو الإسلام، وأكثر من دخلوا في الإسلام في مراحل ضعف الإسلام في 100 سنة الأخيرة. طيب، هل هذا دين ينتشر بحد السيف بالله عليكم؟ صدعتم رؤوسنا ليلا نهارا بقولكم إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اضطهد المسيحيين وضيق عليهم. هذه الشبهة أنا لن أرد عليها، سأترك بروفيسور متخصص في علم الاجتماع وفي جامعة رايس الأمريكية الشهيرة والموثوقة، سأترك البروفيسور كريغ كونسيدن يرد عليكم بالدليل والحجة والدراسة العلمية. قبل سنوات قرر البروفيسور كريغ دراسة حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ضوء علم الاجتماع الحديث، وجاء بالروايات الصحيحة وبآيات القرآن الكريم، وخرج بنتيجة هذه الدراسة بكتاب، هل تعلم ماذا أسماه؟ إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الكاتب والبروفيسور من على موقعه، وهذا الكلام موجود على موقعه، إن أفضل وصف للنبي محمد أنه رحمة للعالمين. يؤكد هذا البروفيسور
أن التعاليم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام تتفق إلى حد بعيد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدولة المدنية الحديثة في أمريكا وأوروبا وغير ذلك وما يتعلق بحقوق الإنسان. بعد دراسة طويلة للوثائق التاريخية وللقاءات التي أجراها النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران وغيرهم من المسيحيين، وجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم حقوقهم المدنية كاملة ووافق على حماية ممتلكاتهم وكنائسهم وأراضيهم وسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بحرية مطلقة. هذا هو النبي الذي تستهزئون به صلى الله عليه وسلم. يقول هذا البروفيسور: الغرب ينظر اليوم إلى حرية المعتقد على أنها مكسب غربي أو من القيم الغربية الحديثة، ولكن عندما بحثت الكلام للبروفيسور في جذور هذه القيم من التسامح وحرية الاعتقاد وجدت أنها تعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي المواثيق والعهود التي أعطاها لوفود النصارى التي ضمن بموجبها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بحرية، بل حماية هؤلاء المخالفين في العقيدة. النبي محمد هو أول من عارض العنصرية في تاريخ البشرية، فقد دعا للمساواة بين السود والبيض. اليوم نحن في 2021، الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر أكثر تطوراً عاجزة عن خلق مساواة كاملة بين السود والبيض. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه المساواة قبل 14 قرناً. إن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للتعددية وللحقوق المدنية والكلام للبروفيسور هي رؤية رجل دولة بكل معنى الكلمة. النبي عليه الصلاة والسلام سمح لوفد نصارى نجران بالصلاة في مسجده والحوار معهم، ويعتبر هذا أول حوار للأديان في تاريخ البشرية كان من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بالله عليكم، يعني أنا من أصدق؟ أصدق إنسان أمضى حياته في التشكيك والطعن والاستهزاء والسب والشتم وليس لديه دراسة علمية واحدة وليس لديه تخصص علمي أصلا، أم أصدق بروفيسور في جامعة أمريكية شهيرة أخضع هذه الدراسة لقواعد علم الاجتماع الحديث ووجد بكل موضوعية هذا البروفيسور، وهو مسيحي على فكرة، هذا البروفيسور مسيحي لم يعتنق الإسلام ولكنه منصف، عندما درس حياة النبي عليه الصلاة والسلام دراسة علمية خرج بنتيجة أن أكثر البشر الذين درسهم إنسانية هو النبي محمد، لذلك أطلق على كتابه إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أقول لكل من يستهزئ بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والله لن يزداد المؤمنون إلا حبا وثقة بهذا النبي الكريم. وأقول أيضا للمشككين: أرجو أن تقرأوا عن حياة هذا النبي بإنصاف، أرجو أن تقرأوا القرآن بإنصاف. أنتم تدعون أنكم من أتباع نبي كريم، أكثر نبي في القرآن له معجزات هو المسيح عليه السلام، حتى إن المعجزات التي ذكرها القرآن غير موجودة في الكتاب المقدس المحرف الحالي. لقد أنطق الله سيدنا عيسى وهو طفل رضيع في المهد، أنطقه ليدافع عن أمه ويبرئها أمام اليهود وغيرهم، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
والله أيها الأحبة، أنا أشفق على أمثال هؤلاء المساكين. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.